حياكم الله أعزائي المشاهدين مع قناة سينما في سينما، وحلقتنا اليوم طبعا ريفيو على بوكس أوفيس باختصار شديد للفيلم الجديد الهندي اللي عرض يوم أمس في سينمات الهند جروتو. وهذا الفيلم طبعا ريميك لفيلم سلمان خان عرض في 97، وكان بإخراج ديفيد ديون والد الممثل فارو ديفن. توقعات كبيرة في بوليوود وطموحات كبيرة في بوليوود ان هذا الفيلم هل راح ينقذ السينما الهندية بعد عدة اخفاقات من نجوم كبار جدا. وتوقعاتنا مثل ما نحن توقعنا ان ايرادات هذا الفيلم وتوقعات كبيرة جدا من صناع السينما، من البزنس مان ومن اكزيبوترز وايضا من المنتجين. توقعات راح توصل الى 200 مليون كرور. معظم الاكسبيوترز متوقعين ان هذا الفيلم، لانه فيلم انترتينمنت للجميع وكوميدي. عموما الريفيو ظهر يوم امس، الفيلم لم يكن على حسب التوقعات، ولكن من ناحيه الشباك التذاكر حقق رقم جيد جدا في اليوم الاول اللي وصل 15 مليون ونص. ونحن توقعاتنا في سينما خلال الويكند الاول هذا الفيلم راح يصل الى 48 او 50 مليون كرور في 3 ايام، وهذا رقم نعتبره ايضا جيد. وايضا توقعاتنا لهذا الفيلم في الاسبوع الاول راح يحقق 80 الى 90 مليون روبيه هنديه. وخلال اللايف تايم لهذا الفيلم متوقعين الايرادات النهائيه لهذا الفيلم احتمال من قراءتنا الفنيه راح تكون بين 130 الى 140 مليون كرور لايف تايم بزنس لهذا الفيلم. عموما الفيلم طبعا بسيط جدا، والفيلم للاسف عمل ريميك، وريميك هذا شبيه جدا للفيلم اللي عرض في 97. لم يسعى في المخرج ان يتعب على نفسه شويه يدخلنا في عالم حديث جديد بعد مرور 20 سنه. هو ما غير من سكريبت ابدا، لو حتى غير 20% على نمط الجديد لشاهدنا هذا الفيلم اكثر ابرازا واكثر استمتاعا. عموما الفيلم هذا باختصار شديد، يعني الفيلم مثل ما يقولون يعني without logic، there is no logic in this movie. يعني بإمكانك تشاهد الفيلم وتترك مخك في بيتك وتيجي تحضر تشاهد الفيلم، احتمال تستمتع. وهذا الفيلم أيضا بإيجابياته وخطورته أن الجيل اللي عاشر فيلم جروة لسلمان خان ما أعتقد راح يعشق هذا الفيلم، ولكن الجيل الحالي ربما راح يشاهده كونه كأول مرة يشاهد بهذا النمط من الفيلم. وطبعا انا رسالتي السريعه جدا لهذا الفيلم، يعني اذا انت مو مهتم بصحتك وحاب تغامر على حياتك ممكن تدش هذا الفيلم. يعني هذه الرساله الوحيده اللي اقدر اقولها انا. ولكن من ناحيه البوكس اوفيس هذا الفيلم راح يحقق ايرادات وراح ينجح، راح يكون هيت من هيت الى سوبر هيت موفيز. هذا توقعاتي انا كبوكس اوفيس انالايزر. مثل ما قلت لكم اول اسبوع من 80 الى 90 مليون، ولايف تايم بزنس من 125 من 130 الى 140 مليون كرور. هذا باختصار وقراءه سريعه جدا لبوكس اوفيس فيلم جروه، وراح نوافيكم ايضا اول باول عن ايرادات هذا الفيلم. تحياتي لكم وشكرا على المتابعه.